أن شهر رمضان طبعا شهر الخير والبركة واليمن، والله يفرج على أمي سيدنا محمد. وجبنا عدة المواد اللازمة اللي هي مواد العجين والطحين والأمور هاي، وكان في إقبال من الشارع العام، والحمد لله الأمور بإذن الله إن شاء الله للأحسن. هلا في ناس، بعض ناس يعني ما لهم قدره انه يجوا مثلا يشتروا، بيقولوا لك هنسن هاي بديش الهريسي، بنقول لهم المبلغ مثلا 40 ليره، بقول لك اوف ليش غالي؟ فهون الزبون بده يشرح لنا انه ليش غالي، بدنا نشرح له ليش غالي. اولا المواد كلها يعني كانت عن قبل يعني مناسبه، يعني انه رخيص كذا، هلا بيختلف المواد اللي غلي مثل السمن، الزيت، السكر، هالشيء هذا كله غلي. الغاز يعني مثل ما كانت الجرة مثلا بدي اقول لك 160 ليرة، هلا صارت 190 ليرة.